باب النهي عن البخل والشح. قال الله تعالى: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الآيات والأحاديث تدل على فضل الجود والكرم والإنفاق والتحذير من الشح والبخل. يقول الله جل وعلا: ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. فينبغي المؤمن أن يحذر الشح، ويقول جل وعلا: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالنفقة والإحسان والجود والكرم من صفات الأخيار، ينبغي المؤمن أن تكون همته عالية. يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فيشرع المؤمن توقي البخل والحرص على الجود مما يسر الله له، على الفقير والمسكين والسائل والقريب يرجو ما عند الله عز وجل، وكذلك الإيثار على نفسه وعلى بيته. يقول جل وعلا في حق الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويقول جل وعلا في وصف الأبرار: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمهم لوجه الله لا نريد منهم جزاء ولا شكورا. ويقول عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما سمع هذه الآية أبو طلحة قال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرها وإنها صدقة لله، أرجو برها وذكرها عند الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعها في الأقربين، بخن بخن، ضعها في الأقربين، فقسمها بين أقاربه. وفي هذا أنه جاءه شاعل والمجهود محتاج، فسأل بيوت صلى الله عليه وسلم، كل واحد تقول: ما عندي إلا ماء، ما عندهم شيء يطعمون، لا تمر ولا لحم ولا غيره، كل واحد تقول: ما عندي إلا ماء. بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم بعض الليالي ما عندهم إلا ماء، ما عندهم تمر، ما عندهم لبن، ما عندهم لحم، ما عندهم خبز. هذا يفيد أنه ينبغي المؤمن ألا يشق عليه الأمر إذا أصابه جهد، فقد أصاب الأخيار قبله، فليحرص على كسب الحلال وعلى النفقة في سبيل الله ولو أصابه بعض الليالي خصب وجهد. الحديث الثاني أنه جاءه فقير فقال لا لبعض أصحابه: من يضيفه؟ فذهب به بعض الأنصار إلى زوجته، قال: عندك شيء؟ قال: طعام الصبية. قال: نومهم واصنع الطعام للضيف، وإذا حضر الطعام أطفئ السراج حتى نريه أن نأكل معه، حتى لا يعني يستحي يترك بعض الأكل. فأكلوا الضيف وباتا طويعين. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد عجب لكما من ضيفكما، يعني وصلتما بضيفكما. فالمقصود أن المؤمن يؤثر على نفسه للضيف والفقير والمحتاج، لأن إيثاره على نفسه ليلة أو ليلتين ما يضره بالنسبة إلى جوده وكرمه في حق بعض المضطرين والمحاويش. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، والشيء العارض إذا حرم أهله أو صبيته بعض الليالي أو بعض الأيام من أجل إنسان مجهود ما لا حرج في ذلك. كذلك وصلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين يكفي الثلاثة، واللفظ الآخر يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. يعني لا تبخلوا، إذا كان الطعام معد الأربعة وجاءكم الضيوف ولو ثمانية ما يخال، ما يضر، ينزل الله فيه البركة. فطعام الواحد يكمل الاثنين، وطعام الاثنين يكمل الأربعة، وطعام الأربعة يكمل الثمانية، معناه طعام الثمانية يكفي 16. يعني فإذا جاءت الضيوف لا تبخلوا، هذا ما عد الأربعة، يا جاء الضيوف يقرض ولو أنه 50 60، ينزل الله البركة، يشتركون. نقول: بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب.